قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا. وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وما خلقنا السماوات والأرض وما وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح إن ربك هو الخلاق العليم بسم الله الرحمن الرحيم وما صفح
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا أتى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. لا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هكذا يا أخوة الإيمان والإسلام كنا خاشعين في هذه آيات الله البينات تلا على ما سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة الشيخ القارئ رامي سعد البقري قارئ كريم اتحاد الإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالسجاعية مركز مدينة المحلة الكبرى. كما نكد لكم على إحدى الإذاعة المحلية الكبرى صوتا وروعا من شركة عمرو الكهربائية تحت إدارة المستر محمود زيكو وأولاده المقيم بيت المحلة الكبرى بشارع الساغة. أما من داخل استرادة المقام ومن أولى مخازن الفراشة في جمهورية مصر العربية تحت إدارة الحاج جودة البهنسي وأولاده المقيم بلدية المحلة الكبرى بميدان الإمام وتليمان الإسلام. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.